ينضم معنا من اسطنبول التركية سيد حسين السبعاوي الباحث العراقي. أهلا بك سيد حسين. بداية، ثمة مزاج شعبي عازف عن المشاركة في الانتخابات وماض في مقاطعتها، ويقارن بين فترتي ما قبل الاحتلال وما بعده، كيف تقرأ هذه النقمة الشعبية وحتى العشائرية على ما يجري الآن؟ يعني أنا أعتقد أنه العزوف عن الانتخابات بسبب أنه الناس لا تتوقع بأن يكون هناك إصلاحا ما بعد الانتخابات. لهذا السبب اعتادت على أنه أغلب المرشحين من الفاسدين ومن المتهمين بالفساد. إضافة لذلك أنه أنا لا أعتقد أن الانتخابات هي السبب فيما يجري في العراق، ولكن إدارة الدولة هي السبب فيما يجري في العراق. الانتخابات هي من أفضل الوسائل لإدارة الدولة ولاختيار السلطة، ولكن الناس ترفض التزوير فيها وترفض الهيمنة فيها وترفض المرشح الفاسد فيها، ولهذا السبب عجزت عن الإصلاح في هذا، فتبدأ الناس تتكلم على الانتخابات. وإلا المشكلة الرئيسية هي ليست الانتخابات، وإنما ما يترتب على هذه الانتخابات من صعود الفاسدين وإدارة الدولة على أسس طائفية وعرقية. كان هذا السبب عزوف الناس عن الانتخابات. طيب، هناك من يتحدث عن مبالغ خيالية صرفت على الدعايات الانتخابية تتعلق، أو خلينا نتكلم بقضية أن هناك ملايين من الدولارات، وقضية شراء أصوات الناخبين. هل هناك قانون ينظم قضية تمويل الأحزاب ودعاياتها الانتخابية أو حتى للأفراد المرشحين للانتخابات؟ هو هناك قانون ولكن غير مفعل، وإلا هي الرشوة الانتخابية هي تمنع المرشح من الترشح باعتباره هذا فاسد. لهذا السبب احنا نقول أنه ليست المشكلة في الانتخابات، وإنما في إجراء هذه الانتخابات في ظل هيمنة الميليشيات وهيمنة الفاسدين والمرشح الفاسد. نعم يوجد قانون يمنع المرشح من استخدام هذا المال السياسي أو المال الحرام في الدعاية الانتخابية، ولكن هل يفعل هذا القانون؟ لا يفعل هذا القانون. فالمشكلة في تفعيل القوانين، ليس وجود كنصوص قانونية محفوظة تحت الرفوف. سيد حسين، ماذا لو أجريت الانتخابات وظهرت النتائج عكس ما يرغب الشارع العراقي؟ ما الذي سيتغير؟ هو هذا المشكلة، أنه الناس تتوقع أن النتائج عكسها، هذا واحد. ثانيا تدرك أنه الانتخابات مهما تكون لا تستطيع أن تصلح مشكلة العراق الكبيرة. ثلاثة، مهما تكون النتائج فيبقى للأمريكان بصمة في تعيين الحكومة. نحن ندرك أنه عندما فازت القائمة العراقية لم يسمح لها بتشكيل حكومة، وما بعد في الانتخابات 2013 عندما فاز نور المالكي لم يسمح له بتشكيل حكومة وشكل السيد نور حيدر العبادي. لهذا السبب أن الانتخابات العراقية قضيتها معقدة جدا، فالناس تتكلم عن الانتخابات ولا تتكلم عن الإجراء ولا تتكلم عن الفساد الموجود ولا تتكلم عن الهيمنة الخارجية. فهناك ضغوط داخلية وهناك ضغوط خارجية على الانتخابات في العراق، لا يريدون حكومة منتخبة ديمقراطيا تمثل الشعب وتحترم إرادة الشعب، وإنما يريدون هذه الوسيلة لتغطية على الفساد وعلى الفاسدين وعلى تشريع للميليشيات والإجرام. يعني ما البديل سيد حسين؟ نحن نتحدث عن مشاكل ونتحدث عن أزمات وانتخابات ربما قد تخرج بتزوير وتأتي نفس الشخصيات الموجودة، ولكن ما البدائل المطروحة؟ يعني ألا يكفي الحديث عن المشاكل فقط؟ ألا يجب الحديث عن الحلول؟ يا سيدي، مشكلة العراق كبيرة وهناك تدخل خارجي، فبالتالي علينا أن على القوى الفاعلة في العراق عليها أن تصلح ما أفسدته. ولهذا السبب ليس عيبا أن الأمم المتحدة تتدخل في الشأن العراقي وتحل من مشاكله، هذا ليس عيبا. عندما احتلت الولايات المتحدة العراق وأعلنت نفسها دولة احتلال، طيب دولة الاحتلال أيضا عليها في القانون الدولي عليها واجبات اتجاه الدولة المحتلة. اليوم لإيران نفوذ ولأمريكا نفوذ وللأمم ولجميع دول العالم لها نفوذ في العراق من خلال التحالف الدولي. طيب من واجبهم أيضا أن يساعد العراق في إصلاح ما يمكن إصلاحه. فالمشكلة ليست فقط في العراقيين، العراق من الصعب جدا أن يصلح حاله. نعم أنا معك، لابد من حلول، ولكن هل العراقيين بمفردهم يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم الآن؟ الجواب لا، أنا لا أعتقد، لأنه النخبة السياسية والحاكمة في العراق هي جزء من المشكلة. فكيف نحل المشكلة؟ لا يمكن، لابد من الاستدعاء للقوى الخارجية الدولية تساهم في حل مشاكل العراق وخاصة الأمم المتحدة. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد حسين السبعاوي الباحث العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.